اهلا بحضراتكم معانا وتكمله لاخبارنا ولكن من الملاعب العربيه، وهنروح سريعا لاتحاد جده اللي كان بيتولاه مدرب مصري الحقيقه يعني بيشرف الكره المصريه وسمعه الكره المصريه في الدوري السعودي، وكابتن عمرو انور نجم النادي الاهلي السابق ومنتخبنا القومي. الحقيقه كابتن عمرو انور يمكن شرفت اني يعني زميلته في النادي الاهلي ومن الشخصيات المحترمه جدا، واستفاد الحقيقه في الفترات اللي فاتت بالعمل في السعوديه وفي الدوري السعودي بشكل كبير جدا جدا. ولو حضراتكم فاكرين كان تولى تدريب اتحاد جده، يعني كان متولي قطاع الناشئين في اتحاد جده بعض الفرق تقريبا 17 او 18 سنه، وكل ما بيرحل مدير فني لان هم دايما بيتعاقدوا مع مديرين فنيين اجانب، كل ما بيرحل مدير فني بيصعدوا كابتن عمرو انور لتولي المسؤوليه لحين التعاقد مع مدير فني اجنبي اخر. وكان تولى كابتن عمرو انور قبل كده قبل هذه المرحله ايضا تدريب او القياده الفنيه لاتحاد جده، وكان ماشي بصوره كويسه حتى جه المدير الفني السابق، وبعد رحيله تولى كابتن عمرو انور الاداره الفنيه لاتحاد جده من بدايه هذا الموسم، والحقيقه يعني مشي ولا اروع وتولى القياده الفنيه بشكل رائع جدا جدا، حتى في 7 لقاءات حصل على العلامه الكامله يمكن 21 نقطه من 7 لقاءات، وكان واجه فرق كبيره جدا في السعوديه وقدر يتغلب عليها في 7 لقاءات قادهم مع او قاد فريق اتحاد جده فيهم في الدوري السعودي، وهو متصدر حتى هذه المرحله الدوري السعودي في الجولة 7 ب 21 نقطة، وبيأتي بعديه الشباب 19 نقطة والنصر 18 نقطة والهلال 16 نقطة. ولكن الإدارة أو مجلس إدارة في الاتحاد في اتحاد جدة بيصروا دايما على وجود مدير فني أجنبي في القيادة الفنية لاتحاد جدة، وبالتالي في اللقاء القادم أمام النصر أعتقد في مباراة لاتحاد جدة يوم السبت القادم أمام النصر هتبقى مباراة قوية جدا جدا على المستوى الفني وكمان على مستوى النتيجة، لأنه لو قدر كابتن عمرو أنور يفوز في الجولة الثامنة دي على النصر بينفرد بصدارة الدوري السعودي ب 24 نقطة، وهيفرق 4 نقاط عن تاني الدوري السعودي الشباب او 5 نقاط، وبالتالي مباراه هامه جدا لعمرو. ولكن خلاص يمكن دي هتبقى اخر مباراه لكابتن عمرو انور في اتحاد جده في الاداره الفنيه، لانه خلاص الروماني بيتوركا يصل السعوديه لخلافه عمرو انور في تدريب اتحاد جده. وصل يوم الروماني فيكتور بيتوركا الى مدينه جده السعوديه تمهيدا لتوقيع عقد تدريب فريق اتحاد جده السعودي خلفا للمصري عمرو انور، ولكن في استقبال بيتوركا بمطار وكان في استقبال بيتوركا بمطار الملك عبد العزيز بجده وكيل تعاقدات اللاعبين سلطان البلوي. من المقرر ان يتواجد بيتوركا في المنصه الرئيسيه بملعب الامير فيصل بن فهد بالرياض لمتابعه لقاء الفريق امام النصر، على ان يشرف على الفريق فنيا في لقاء هجر ضمن الجولة 9 من منافسات الدوري السعودي. نروح ونطير إلى المغرب، والنموذج المشرف للمدرب المصري كابتن حسن شحاتة المدير الفني السابق لمنتخبنا القومي، واللي قدر حضراتكم طبعا عارفين أن يحصل على بطولة أمم أفريقيا 3 مرات 2006 2008 و2010 بعد توليه الدفاع الحسني الجديدي، وكان في مشاكل في بداية الموسم في القيادة الفنية لهذا الفريق، مشاكل على مستوى الإداري وأيضا على مستوى التعاقدات، وأعتقد أنه بشكل كبير الكابتن حسن شحاتة قدر يسيطر على هذه المشاكل. تمام، طبعا نجم منتخبنا القومي السابق كابتن طارق مصطفى، والحال يعني ماشيين بصورة رائعة جدا جدا، وحصل تطور في أداء مش كمان على مستوى النتائج فقط ولكن حتى في على مستوى الأداء لنادي الدفاع الحسن الجديدي. لما حضراتكم بتتفرجوا على الفريق بتشعروا ان في تطور في أداء الدفاع الحسن الجديدي، وده واضح جدا في النتائج كابتن حسن شحاتة مع الدفاع الحسن الجديدي في الفترة اللي فاتت. يمكن لو قلت حاجه جدول الترتيب كابتن حسن شحاته في المركز 7 في الدوري المغربي في هذه المرحله، ولكن بفارق نقطتين فقط او نقطتين فقط عن متصدر الدوري المغربي اللي هو الكوكب المراكشي. الكوكب المراكشي عنده 10 نقاط واولمبيك خريبكا 10 نقاط والرجاء الرياضي 10 نقاط، المغرب التطواني والوداد البيضاوي ونهضه بركان 9 نقاط، ثم ياتي بعدهم الدفاع الحسن الجديد ب 7 نقاط، يعني الفرق نقطتين فقط بينه وبين
متصدر الدوري. ويمكن الحقيقة صادف ان كابتن حسن شحاتة بيواجه اول او متصدر الدوري المغربي في كأس العرش في كأس المغرب وهو الكوكب المركشي، وقدر كابتن حسن شحاتة يتغلب على الكوكب المركشي في المباراة الاولى 1-0، وخسر في المباراة الثانية 2-1 في ملعب الكوكب المراكشي، وقدر الحقيقة مع كابتن طارق مصطفى ان هم يصعدوا بالدفاع الحسن الجديدي لنصف نهائي كأس العرش بالمغرب. يعني كل تمنياتنا بالتوفيق، وطبعا بنبارك الكابتن حسن شحاتة كابتن طارق مصطفى على تشريف الكرة المصرية وسمعة الكرة المصرية في المغرب، ودفاع شحاتة يتأهل للمربع الذهبي لكأس العرش. تأهل فريق الدفاع الحسني الجديدي المغربي بقيادة المعلم حسن شحاتة إلى الدور قبل النهائي من بطولة كأس العرش رغم خسارته أمام فريق الكوكب المراكشي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب الحرسي بمراكش ضمن جولة الإياب لدور الثمانية من البطولة، وعجز أصحاب الأرض عن إضافة هدف ثالث يخطف به بطاقة التأهل التي ذهبت إلى الدفاع الجديدي الذي سبق أن فاز في مباراة الذهاب على الكوكب المراكشي بهدف نظيف ليتأهل بمجموع المباراتين، وسيواجه الدفاع الجديدي في مباراة الدور قبل النهائي الفائز من مواجهة الفتح وأولمبيك أسفي. هنروح لأحمد تمساح نجم نادي الداخلية، وطبعا نجم منتخبنا القومي في فترة اللي كان متولي فيها برادلي منتخبنا القومي. أحمد تمساح كان بيلعب بشكل أساسي مع برادلي في تشكيلة أساسية لمنتخبنا القومي، متألق جدا هذا الموسم مع نادي الداخلية ومع كابتن علاء عبد العال بالتأكيد المدير الفني لنادي الداخلية، متصدرين الدوري مع حرس الحدود ب 11 نقطة، وبالتأكيد أحمد تمساح بخبرته الكبيرة في الدوري المصري قدر مع مجموعة اللاعبين المميزين جدا حسام باولو وكل لاعبي الداخلية انهم تصدروا الدوري في الجولة الخامسة ب 11 نقطة. كان أحمد تمساح طرف في العروبة العماني من قبل مع هاني سعيد، ومن الواضح انه عنده عرض ايضا من السعودية، وهجر السعودي يطلب التعاقد مع أحمد تمساح مهاجم الداخلية. تلقى أحمد تمساح مهاجم فريق الداخلية عرضا من نادي هجر السعودي للانتقال إليه بداية من الموسم المقبل عن طريق أحد وكلاء اللاعبين. يذكر أن تمساح عقده ممتد مع الداخلية لمدة موسم آخر، ومن المنتظر أن يدخل مسؤوله النادي السعودي في مفاوضات مع إدارة الداخلية لشراء اللاعب. يمكن الحقيقة عبد الحكيم علي طبعا إعداد البرنامج بيكلمني دلوقتي بيقول لي إن أحمد تمساح كان بينفي هذا الخبر، بيقول إن مفيش عروض مقدمة بشكل رسمي لنادي الداخلية، ولكن كل تمنياتنا طبعا لأحمد تمساح بالتوفيق الفترة القادمة. نادي الهلال السعودي حضراتكم عارفين إنه الموسم الماضي كان وصيف الدوري السعودي ووصيف كأس وحصل على كأس الملك فهد، ويمكن حقيقة من الأندية الكبيرة جدا وعريقة جدا في السعودية، وعنده فرصة كبيرة جدا جدا الحقيقة. كل جماهير الهلال السعودي وكل اللاعبين متحمسين بشكل كبير جدا لنهائي دوري أبطال آسيا، مش الحصول فقط على دوري أبطال آسيا في المباراة اللي هيقابلوا فيها بوسترن سيدني ذهابا وعودة، ولكن متحمسين أكتر لما بعد هذه المباراة وهو الوصول، لأنهم لو كسبوا هذه المباراة وكسبوا وحصلوا على دوري أبطال آسيا هيكون ليهم نصيب في اللعب في المغرب في يناير القادم في بطولة كأس العالم للأندية، وبالتأكيد هيكون شرف كبير جدا لنادي الهلال السعودي اللي بيضم لاعبين مميزين جدا الحقيقة زي ياسر القحطاني والشمراني محمد الشلهوب وخالد الكعبي والدوسري ومحمد القرني وسلطان الدعيع، مجموعة كبيرة من اللاعبين ونجوم منتخب السعودية ونادي الهلال السعودي اللي هم في المركز الرابع ب 16 نقطة في الدوري. كل تمنياتنا بالتوفيق لهم الفترة القادمة، مباراتهم يوم السبت هتبقى في ذهاب دوري أبطال آسيا وفي تعديل في موعد إياب نهائي دوري أبطال آسيا. أجرى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تعديلا في موعد انطلاقة مواجهة الإياب التي ستجمع الهلال السعودي بويسترن سيدني الأسترالي في الأول من نوفمبر المقبل على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض، لتقام في 8:30 مساء بتوقيت السعودية والسابعة والنصف بتوقيت القاهرة. وجاء التأجيل للموعد الجديد لظروف النهائي وتجهيز التتويج الذي سيكون في الرياض فيما ستكون مواجهة الذهاب السبت المقبل في سيدني.